نحن الآن في شاليه ورد في قرية الظبية بمحافظة صبية. ما شاء الله مكان جميل مرتب، مجالس، مسبح، جلسات خارجية، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، شاليه ورد بمحافظة صبية. غرفة نوم بإطلالة على المسبح. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله تبارك الله، غرفة نوم أخرى بأربع أسرة. وهنا المصعد إلى السطح. وهنا جلسة شعبية جميلة.